منرحب بكل اللي انضموا لنا بهالوقت لمتابعه حلقه جديده من رؤيا يوحنا اللاهوتي ضمن برنامجنا الرؤيا اللي منعالج تفاصيل اصحاحاته مع قدس الاب ابراهيم سعد. اهلا وسهلا فيك ابونا. اهلا فيك، يعطيك العافيه. اليوم وبعد ظهور السبع ملائكه، هل رح نشهد ضربات الله للامم الاشرار؟ أسئلة ورموز عديدة رح نعرف إجاباتها مباشرة بعد ما نروح لقراءة الإصحاح السادس عشر، ولكن بس بهمني نوه أنه نظرا للظروف الصعبة اللي عم نعيشها من أزمات بنزين إن كان غلاء أو انقطاع، وحتى انقطاع للتيار الكهربائي والموتور، رح نضطر أنه نسجل الحلقات وما نطلع فيهم مباشر، على أمل أنه من بعد الحلقة الأخيرة يكون عندنا حلقة مخصصة للإجابة على أسئلتكم. وهون كمان برجع بذكر أنه فيكم ابتداء من هيدي الحلقة وصولا للإصحاح الأخير تبعتوا أسئلتكم على 81-123-857. أبونا برجع برحب فيك، ومثل ما تعودنا بحلقتنا رح نروح نسمع الإصحاح ونرجع لنتابع الأسئلة. إذا نسمع الإصحاح 16. الإصحاح السادس عشر. سبعة جامات غضب الله. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما. وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب
ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادعة، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته، فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. وكل جزيرة هربت، وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد، لأن ضربته عظيمة جدا. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة حلقتنا اللي بتتناول الإصحاح 16 من رؤيا يوحنا اللاهوتي. أبونا، سؤال عام قبل ما نفوت بتفاصيل الآيات، هل الجامات هي ما حصل برؤيا الإصحاح 10 الآية 4: وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: أختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. ليش؟ لأنه بده ينفتح بعدين، بده يصيره. صحيح، مع أنه وقتها فرجينا حالة أنه في رعب من اللي بده يصير، يعني هلا الإصحاح ببين الرعب على مين. يعني مش الرعب على المؤمن، نعم، ولا على اللي بخاف الله، ولا على المخلص، هو الرعب على يلي تمرد. ايه، ولكن حتى القديسين بينفعلوا وبيزعلوا حتى لغير المؤمنين، يعني على هلاكهم وعلى بيزعلوا، بس قد ما زعلوا ما راح يكونوا ازعلهم قد زعل الله عليهم طبعا. بس وقت تصير حاله عداوه مخطط الى وسبق اصرار وتصميم، يعني في لخبطة لمشروع الله، وهون الله ما رح يسمح لحدا يلخبط له مشروعه. نعم. مشان هيك بعدين عم نحكي هيدا عن صورة تبع اليوم الأخير. فباليوم الأخير لا، لازم خلص المعركة تصير والانتصار يصير والعدو ينكسر. نعم. وينكسر مش لمرحلة، ينكسر نهائيا. نعم. مشان هيك لا رح نشوف الصور كلها هي على ميلتين، ميلة ضرب وميلة جائزة لمن. نعم. أخلص، لمن آمن، لمن وصل. لكن ما يحصل الآن بالإصحاح 16 والجمات اللي رح اللي بتحمل بداخلها غضب الله ورح تسكب. نعم. على غير المؤمنين. نعم. نعم. هي ما تكلم عليه عنه يوحنا بالإصحاح العاشر، ويعني نبه عنه ولكن لم ما حكي عنه بالتفصيل. صحيح. وما كتبه. صحيح. وإضافة إلى الإجابة على السؤال: متى ستنتقم؟ لدمائنا. لدمائنا. نعم. نعم. طيب، وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جمات غضب الله على الأرض. هل هون فينا نشوف أبونا تكامل، يعني أو إذا بدك يتقابل،
كمال قوات السماوات مع كمال غضب الله؟ مع ما القوات السماوات هي هلأ عم تتصرف طائعة لغضب الله، وبالتالي بده يكون نتيجتها قوية على قد قوة غضب الله. مشان هيك رح تشوف الصور قديش رصي يعني وجائرة. بس ما فينا نعتبر انه هون في قساوة لله، ظلم عم بيمارسه الله. لا، وخاصة انه بالاصحاحات السابقة شفنا كم انذار عطاهم للتوبة وللعودة وللجهاد. صحيح. تمام. أبونا، هل فينا نقول أنه نحن هون لما منكون قدام هيدا المنظر منكون قدام الدينونة؟ منكون قدام بداية صور الدينونة. نعم. ما هي مشهد الدينونة يلي عم بيصوره بسفر الرؤية منه كرونيك. هاي بعدين هاي. ما بيتبع زمن. هي إيكونوغرافي. نعم. يعني أيقوني، كيف ما برامتي بتشوفي مشهد بس أنا بنفس الأيقوني. من هيدا هي. تمام. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. هون أبونا، الدمامل منشوفها بالمعنى الحقيقي والحرف تبعها أم إلى بعد آخر؟ وليش حدد وردية؟ هلأ هيدي مرتبطة باللي صار بالعهد القديم بالضربات على فرعون. نعم. هلأ إذا نقعد نحكي عن فكرة رمزية الشغلة أو عدم رمزيتها، بيقدر واحد يجتهد. وهلأ بسمع اجتهادك بالموضوع. لا، ولكن الموضوع هو أنه تاخدي الفكرة أنه ليش عمل ضربات وقت فرعون. يعني فرعون كان اخذ دور العدو الحقيقي لوقف عمل الله الخلاصي مع شعبه. بس انت بدك توقف لي مشروعي، انت عدوي الاول. مشان هيك كانت الضربات على فرعون. ما نجيب سيره اله فرعون، لانه ما في اله بالنسبه للكاتب، في فرعون. فرعون ما كان ضد موسى، فرعون كان ضد الله. نعم. إله موسى. نعم. مشان هيك موسى ما كان له دور غير أكتر شيء زقف له لالله. إذا هالصورة الدمامل هي بتعني أنه أنت نتيجة هالضربة ذاهب إلى الموت لا محالة. نعم. يعني ما أنت بتصير تواجه الموت فقط. بس كمان أبونا هلأ مثل ما رح نشوف بالآيات اللاحقة أنه ضرب الخلائق كلها، بداية إذا بدك من الإنسان، يرجع بعدين بينتقل على الطبيعة، وكل واحدة بحسب يمكن مكوناتها إذا فيني أقول. صحيح. ما هيدي بتاخد صورة كمان، أنه تتذكري وقت قال له لآدم الأرض ملعونة بسببك. يعني الطبيعة بتتأثر باللعنة يعني. لا تصير ضلها منسجمة مع وضع الإنسان الخاطئ. بس هون التركيز أكتر على أنه لاحظتي مين؟ الذين بهم سمة الوحش. نعم. والذين يسجدون لصورته. يعني واضحة للوثنيين، مش وثنيين هيك، للوثنيين الذين يعرقلون مشيئة الله وخطة الله بقتل أحبابه. لأنه مين اللي بده يوصل مشروع الله؟ هو الناس المؤمنين. نعم. يعني إذا أنت بدك تبشري هالمنطقة، بدك تكرزي لهالمنطقة، بيجي أنا بقتلك المنطقة كلها ما وصلت للبشارة. يعني لم تعرف الرب بسبب موتك، بس بسبب قتلي لإلك. يعني قدي أنا عم بعرقل له مشروعه لله بسبب أنه قتلتك. فتخيلي أنه وقت القرار الإمبراطوري يبيد المسيحيين، يعني كلمة الله لن تنتشر في التاريخ ولا في الجغرافيا. تخربت مشروعه. حتى لو كان، تتذكري لو كان موسى ما سمع لكلمة الله مظبوط مثل ما بده الله، قال له الله أنت خلص دورك، وغيره بيخلص دوره. ما في مزح بهالموضوع. قدام مشروع الله ما في مزح. ده درجي الرب يسوع وقت راح على الجسم، لو عم بستطرد شوي. لا أبدا، بالعكس. الرب يسوع لمن راح على الجسمانية قال له إذا أمكن أن تبعد عني هذه الكأس. لو ضلوا يسوع فرضيا عم بيقول ما بدي كمل، كان خربط له مشروعه لله، ما كان ابنه. بس يمكن مرة أبونا
حكي معي عن موضوع الكأس بالذات. اللي مش هي موضوع الخوف من الموت أبدا. صحيح. موضوع ما بين أنه أنا عم بعرقل لك مشروعك. كان عيدي كل القصة. نعم. ما أنا هيني. نعم. في يعني إحدى الآراء. أول شيء ضرب الأرض. هلا هون. بس في إحدى الآراء أبونا بتقول إنه ممكن هذا العقاب يكون بمعناه الحرفي اللي هي الأوبئة والأمراض، وهيك حتى نعزف شوي على الوتر اللي بحبوه البعض اللي عم بحسوا إنه عم بيطبقوا الرؤية بهذا الزمن. إنه هلا في علما إنه الرؤية هي صالحة لكل زمن، نرجع نكررها ونقولها. خلينا نسأل الأسبان من 100 سنة وقت صار عندهم الفيروس الأسباني بيكون قالوا صفر الرؤية طبق هلا وقتها يعني. ماتوا هني وكمل صفر الرؤية لحين ما يجي المسيح. طيب أبونا ليش ابتدى بالأرض؟ بالأرض أنه مبلش على الساكنين بالأرض يعني. الأرض يعني الساكنين. هل هي لأن المكان ممكن اللي بيملك فيه الوحش؟ الوحش عمليا لا يملك الأرض بس يملك النفوس يلي تبعته أكتر. مش هين هو قال سكب جامه على الأرض، بس وين راحت النتيجة؟ الدمام اللمين ما صابت الأرض. الدمام صابت الناس أتبعه. الناس الذين بهم سمعة الوحش والذين يزيدون صورتي. إذا ضرب على الناس الساكنين على الأرض، على الأرض التابعين للوحش. تابعين للوحش. نعم. طيب بالآية 3 ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت وكل نفس حية ماتت في البحر. نحن بالحلقات السابقة قلنا أنه البحر يشير إلى الأمم والعالم المضطرب اللي بيعيش بالمعاصي، فهل بتشير هيدي الآية إلى وجهة نظر روحية أو مادية؟ يعني هل هو بيقصد هون أنه الأشخاص المنفصلين عن الله هم أموات روحيا وبيمنع الله عنهم سلامه وتعزياته، أم تعني حقيقة حروب تسيل فيها دماء وبيصير الدم يعني يملأ كل مكان؟ بالطبيعة ما فينا ناخدها كفيديو تيب أنه في معركة وفي دم رح نشوفه بالبحر بنهاية الأزمنة. لا اللي عم تقولي أنت أولا أنه إيه مزبوط في على قصة الموت الروحي، بس بالنهاية هذا الموت الروحي ينتج عنه موت أخير. نعم. موت ثاني بيقول عنه سفر الرؤيا. هون ضرب البحر مثل ما حضرتك قلتي قصة الأمم، لأنه لحظة بيقول وكل نفس حية ماتت في البحر. تتذكري وقت فرعون قطع بالبحر يلي قصمه الله. نعم. طاف البحر وموتهم. نعم. يعني ماتوا الأعداء. إذا هذه كلها صور على نفس الهدف، أنه الله سينتقم من أعدائه الذين قتلوا عبيده. نعم. نعم. أبونا مالي بدي استطرد هون بطريقة. اليوم نحن منقول الرؤية هي رؤية لكل زمن، بس هل ممكن أنه الرؤية إذا بدي أخذها بمعناها الحرفي أنها تكون سلسلة ضربات مثلا رح تصير على أزمنة متفاوتة وصولا ليوم الدينونة؟ يعني عمليا إذا بدي أحكيها بالمنطق اللي أغلبية الناس بتفكر فيه إنه الرؤية هي شيء بده يصير معنا اليوم أو بكرة أو هلأ بفيروس أو بحرب أو لا، هل ممكن تكون ضربات متفاوتة عبر الزمن يعني على 200 سنة 300 سنة 2000 سنة ما بعرف؟ لا، لأنه الحديث بالرؤية عن الحرب الأخيرة هي حرب يوم واحد بتصير، مش بصير بأيام ولا بسنين. هلأ الضربات اللي عم نعيشها كل زمن عم بيعيش ضرباته، بده واحد يستفيد من هالضربة ليوعى مقصد سفر الرؤية، يستفيد من هالضربة ليوعى انه هلأ وقت توبته، حتى لو كانت بسبب ضربة، انه ما فيك توب بلا ضربة. ما الإنسان هيك، ما بيتعلم. نعم. إلا إذا تعلم في شيء. يعني أنت تعي هلأ أحرقي أصبعك بصير تتعلمي ما تقربي على النار. ليش؟ لأنه علمك، علم فيك. إذا نحن هلأ بدل ما نقول نحكي عن مصير الناس يلي عم تنضرب، ليه ما بنحكي عن مصيرنا أمام المشهد؟ شو صار فينا؟ هل في حالة تغيير؟
هل في موقف توبة؟ هل في إحساس صح. برحمة الله صح. ولا بس عم نلتهي شو عم بصير فيهم هيدوليك؟ ليش أنت ما بتصير مثل هيدوليك؟ ما أنت عم تنضرب كمان. يعني إذا مثل ما أنا فهمت أنه ما تتلهى الناس بالأحداث وتقعد تترقبها تتقول مزبوط. هيدا الزمن أو مش هيدا الزمن أو الزمن اللي مضي. بكل زمن قدام الضربات أو بدون ضربات لازم تعيش حياة توبة وجهاد وثبات على الإيمان. 100% عم تقولي ما نتلهى بها القصص صح؟ نعم. نتعلم من هالقصص صح؟ نعم. بركي قطعت الضربات وانت ضليت طيب، شو بيصير فيك بعد ما تكمل؟ أصلاً شو بيفيدنا نعرف يعني انه نحن اذا بهيدا الزمن او مش بهيدا الزمن؟ مثل كانه واحد ناطر انه هيدا الزمن هلا بتوب. بعدين اذا عم نتطلع لنشوف اذا سفر الرؤيا اتطبق ما بتكون راحت عليك؟ سفر الرؤيا بيتطبق وانت بتضلك؟ ما راحت عليك كمان صح. اذا هيدا الحديث وللاسف عم بيكتري كثير زي انت بتعرفي. كل ما صارت كل ما دق الكذب الجره منبلش نحكي هيدا بيزبط على اصحاح. هيدا تضيع وقت لبل، هيدا عمل لو بدي يكون متطرف شوي، هيدا عمل دغدغة شيطانية بالضبط ليلهيك عن موقفك الأساسي بالتوبة. نعم. بيلهيك بمشاهد تخليك تحس حالك أنت مع الله عم تتفرج شو عم بيصير بالناس. نعم. وهذا الخطأ. يعني أصلا نعرفه بالمواعيد أم لم يعرفه ما بيقدروا يغيروا شيء بهذا. ولا الشخص قادر فقط يغير ذاته أبدا. إذا صار له الفرصة يغير ذاته نعم. ما يأجلها لبكرة، لأنه ممكن بكرة تكون أنت مع الذين رحلوا نعمل لك جناز بلاش يعني. عن جد أبونا مرات بحس أنه ترقب الأزمنة أو عطول اللعب على هذا الوتر بالمواضيع، يعني مثل كأنه الواحد ناطر تيعرف أنا هلأ صرت بهذا الزمن هلأ بتوب. نعم. بالوقت اللي هو عندك عايش التوبة والجهاد بكل في واحد مقتنع أنه ما بده يطعم، ولأنه هيدا شيء شيطاني ودي فوته بالجسم وهيك. طيب عم تشوف شيء شيطاني والشيطان عم بيشتغل بالناس وعم بيعملوا هيك، ما بدك تطعم، فهمت عليك، أنا مطعم، أنت ما بدك تطعم على راسي، شو عملت؟ شو أخذت قرار؟ بعدك مثل ما أنت مبين، ما تغيرت. طيب إذا ما تغيرت ليش عم ضيع وقتك؟ صح. إذا أنا معك وهيدا الشيطان عم بيعمل هيدا الشيبس بفوته لجوا، وهي ثلاث ستات، وهيدا كل شيء، وأبو قرون، شو عملت لهلا؟ بعدك حقود. بعدك بتسرسل على الناس، بعدك بتظن بغيرك بالعاطل، وبعدك بالدين، وبعد ما شفت واحد عطيته ليعيش، قاعد تتفرج عليه ليموت وتقول يا حرام ليش الدولة وليش وانت بعد ما تحركت. هيدا هو الشيطان عم بيشتغل. لأنه همه الشيطان يعرق المشروع الله فيك، إذا أنت ما تبت وما أخلصت له ربح الشيطان. نعم. هلأ من الآيات 4-7، ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما، وسمعت ملاك المياه يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. جاوبونا على أنه يا حرام قد قاسي الله وشو. جاوبونا، أنت حكمت بعدل. أبونا شو الفرق بين الجام الثاني والجام الثالث؟ اثنيناتهم فيهم دم. نعم. وحده للبحار وحده للانهار. هيدا نوع من اذا بدك ترداد للتركيز على نفس النقطه. لانه كمان بالعهد القديم وبسفر المزامير الانهار هي ما عندها طابع ايجابي، لانه هناك انهار عندها امواج. نعم. بتتذكري بالمزمور 93 الرب قد ملك والجمال لبس الرب القوة وتمنطق بها لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع. نعم. بعدين بقول رفعت الأنهار يا رب، ورفعت الأنهار صوتها، رفعت الأنهار عجيجها. العجيج بالعربي هي صوت ضرب الأمواج على الصخر. لا كيف الأنهار بتضرب؟ لأنه نعم. في كين صورة من زمان إنه المدينة تبنى على عواميد
وفي تحت مي شغلة المي تضرب العواميد لتنهد المدينة. من بس تنهد المدينة بيروح إله المدينة. نعم. فبالتالي هوني في دائما الأنهار صورة عن العداوة كمان بذات الوقت. نعم. طب في رأي يعني يعتبر انه الانهار تشير الى مصدر الرزق الذي يتقاتل عليه الناس وخيرات الارض. هل فينا نشوفها بهذا المنظار ايضا؟ النتيجه نفسها انه اذا هالانهار بتروح هي مصدر الرزق، يعني مصدر رزق للمؤمن ومصدر رزق لغير المؤمن، انه راح المؤمن بيعزى غير المؤمن ساعتها كمان. يعني عم بينضر المؤمن، بس ما مش هيدا الثبات المطلوب منه للمؤمن انه بيموت من الجوع، بس هو بيكون في تعزيه عنده ترافق وتعزيه الله، ما هيك؟ التعزيه ايه، بس الله ما بده يجوع المؤمن لحتى يدين غير المؤمن. نعم. هون هو بعدين هون الموضوع اخري خلص. اخري، ما بحاجه لشيء يعني. نعم. فانا ميال اكثر لفكره العداوه، المي عداوه. نعم. هون هي الصوره. نعم. طيب أبونا، شو الهدف من قول الملاك هون ودخوله على هيدي المشهدية والتأييد الملائكة بشكل عام لأعمال الرب؟ حتى ما حدا يسأل من اللي عم بيقرأ مثل ما كنا عم نسأل. للقارئ يعني الملاك بيجو، الملائكة بيجو تا يحسموا هيدا الموضوع. نعم. أنه أنت أيها المؤمن اللي ممكن تشوف في مكان ما أنه جائرة أحكام الله، لا، الملائكة سكان السماء يعني يؤكدون على عدالة هيدي. شوفي، مع العدو يتكلم عن العدالة، ولكن مع الصديق يتكلم عن الرحمة. نعم. في فرق كتير بين العدل والرحمة. نعم. بس ما في أجمل وقت تنجمع العدل والرحمة سوا. هذا هو القاضي الصالح. حلو. القاضي الصالح هو اللي بيكون عادل، لا يحابي الوجوه ورحمة. يعني ما في واسطة عنده، وبذات الوقت عنده رحمة حتى ما يكون قراره غير عادل. نعم. جائر إلى نعم. ما هنا. نعم. يعني حتى بيسيق هيدي الفكرة أنه نحن كبشريين قد نعترض على أحكام الله لأنه ما بنفهمها، ولما سننتمي لأهل السماء ستتضح أحكام الله لنا. تمام. فنصبح على شاكلة الملائكة في التأييد للمسيح. تمام. وإذا بتلاحظي هون بيقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي سيكون. هو بالأول سفر الرؤيا مكتوب والذي يأتي. نعم. الذي كان والذي يكون والذي يأتي. نعم. هلأ الذي يكون ليش؟ لأنه خلص وصلنا إجا. هلأ كان وكائن ويكون، هدول كلهم بنفس الفعل، فعل كان. بتتذكري وقت قال له موسى لالله لمين شو بدي أقول لهم مين أنت؟ قال له أهيه أشير أهيه بالعبري. يعني أكون الذي أكون، يعني أنا يهوى. فبالذي هون المقصود هو الكائن الذي لا بدء له ولا نهاية له. عادل، شو يعني عادل؟ يعني أنت من الأول عادل. نعم. فأكيد للأخير عادل. مش بمطرح ما كنت عادل وبمطرح صرت عادل. نعم. هذه أول نقطة. نعم. طيب أبونا، بعد لأنه عندي سؤالين بهدول الآيات. نعم. رح ناخد بريك. نعم. ومنرجع لمتابعة حلقتنا. حاضر. إذن بناخد بريك ومنعود لمتابعة الحلقة.
عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة الإصحاح 16 من رؤيا يوحنا اللاهوتي مع ضيفنا المميز والدائم بهالبرنامج اللي عن جد عم بيقدم تضحيات كبيرة بوصوله لعنا على استوديو بهالظروف القاهرة. وانتو كمان مش حايدين لتوصلوا كمان. أبونا رح نضلنا بجو الآيات من 4-7. نعم. في مطرح بيقول فيه: لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. قديش فينا نعمل مقاربة بين هيدي الآية مع آية متى 52 الإصحاح 26: رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. صح صح. كم بدي اقول لك اياها انه هذا يعني اجتهاد شخصي على فكره. مش قريتها. الكاس اللي بتشرب فيه غيرك رح تشرب منه. تمام. نعم. واذا بتلاحظي من وقت ما حكينا انه كل الموضوع لانهم عرقلوا مشروع الله بقتلهم قديسي الله. نعم. فبالتالي هون السبب الاساسي كمان. قبل كان في الذين لهم سمة الوحش ويسجدون للوحش. نعم. تاني في يسفك دم القديسين والأنبياء. الأنبياء يعني قديسين ولكن بيعلموا. نعم. في قديسين ما بيعلموا. لا، وما بننسى نحن عم نحكي عن الكنيسة بصورتها النهائية، يعني اللي بتشمل العهد القديم بالعهد الجديد. نعم، بس كمان هون فكرة قديسين وأنبياء. القديس بيقدر واحد يكون قديس بس ما بيعلم، ما بيوعظ. النبي هو الذي ينقل كلمة الله، وبالتالي عم بعرقلوا له مشروعه لله. نعم نعم. طيب لأنهم مستحقون. استعمل كلمة جميلة جدا قد ما مستعملها بسفر الرؤيا. مستحق أنت أن تفتح الكتاب، مستحق أنت أن تكون. هي كلمة إيجابية. هون استعملها بالمعنى السلبي. أنتوا كمان مستحقين أنه كمان تدفعوا الثمن الغالي. نعم نعم. في رأي رح وقف عنده. نعم. ما بعرف إذا بيرجع بيهمك التعقب عليه. رأي بيقول أنه الأنهار تشير للمصادر الروحية للتعليم الروحي، وهذا قد شوهه الهراطقة، وتكون هذه الضربة موجهة للهراطقة الذين صار تعليمهم المزيف مصدر موت بين هلالين دم لا حياة، لم تعد مصدر تعزية وسلام بل هلاك. وربما تكون هذه الضربة موجهة لتابعي الوحش الذين سلمهم الوحش مراكز قيادية وصاروا يبشرون به، وهؤلاء أيضا ستصير تعليمهم مصدر موت أي دم. وكون المياه تتحول لدم فهذا إشارة للعطش المميت، سواء إلى الماء أو كلمة الله الصحيحة. كلام حلو، بس هذا تعليق روحي على النص مش تفسير. نعم. النص. نعم. بس تعليق روحي حلو. يعني مقبول طبعا كتعليق. كتعليق. نعم. بس ليس كتفسير. لأنه في فرق. أنت بتستندي على التفسير لتعمل التعليق الروحي. نعم. بتعمل اجتهاد. في كتير استعارة، في كتير وعظ، في كتير رموز حتى توصلي الفكرة اللي بدك توصليها من تبعية النص. نعم. بتقدر تقولوها بعدة نقاط. ونرجع من ضوي مرة جديدة على هالفكرة أبونا، مثل ما قلت لي بأولى حلقات الرؤية، أنه الرؤية لا تفسر من خارج الإنجيل. نعم نعم نعم. إن كان بالعهد القديم أو بالعهد الجديد. صحيح صحيح. نعم. أبونا في أيضا نقطة عن فكرة شرب الدم. كمان في فكرة أنه شرب الدم هو من العبادات الوثنية، لذلك منع الله عن شعبه أو عن أتباعه بالعهد القديم. ما تأكل الحيوان في دم. والنفس التي تأكل شيئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبها. ومنعه أيضا الأباء الرسل حتى لا يشترك المسيحيين مع الوثنيين. بكورنثوس السيدة موجودة. نعم. نعم. وكان الوثنيين كانوا بيقدموا ذبائحهم بالصحراء للشياطين، وكانوا يعتقدون أن الدم هو غذاء آلهتهم الوثنية. وكان يصاحب طقوسهم الوثنية شرب دم الذبائح وممارسات تهتكية. والله أراد منع كل هذه الممارسات الشيطانية عن شعبه، ليمنع الله أن يصبو الدم تحت تماثيل الأوثان لاسترضائها، ثم يشربون جزء منها كبركة من الوثن إذ اشتركوا معه في شرب الدم. حتى الرسول بولس بيقول: لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين. كورنثوس الإصحاح 8. نعم. إصحاح 10. عفوا.
الله منع عن البشر الشركة في دم الحيوانات أي حياتها، لأنه كان يريد للبشر أن يشتركوا في حياة ابنه. لذلك من يتناول جسد ودم المسيح يشترك مع المسيح حياته الأبدية. يعني هون فينا نشوف أنه شرب الدم يعني الموت، يعني عم بيشربون من الدم، يعني الحياة. الدم بالأساس هو الحياة. نعم. وقت يصيح دمك يعني متي. إذن كلمة دم يعني حياة. عم بقول لهم هون، وشان هيك الوثنيين شو كانوا بيقدموا؟ بيشربوا دم بمعنى أن تبقى حياتهم، استمرارية الحياة، لأنه عندهم مشكلة مع الموت. مشان هيك بالعبادات حطوا الدم. ولكن هيدا الدم اللي عم يشربوه هلأ بالعقاب تبعهم هو الدم المميت لقالهم، لأنه اشتركوا بذبيحة الأوثان. أوكي. هني لأنه قتلوا القديسين والأنبياء. نعم. من دمون من دمون هيدا دمون. عم بقول هو، شوف الآية شو بتقول. سبعة. لأنهم سفكوا دم القديسين والأنبياء، يعني كانوا بحياة شلوا لهم حياتهم بس خلال الدم، سفكوا الدم. فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقين. الدم هون هو رمز الحياة، أنه رح أعطيكم حياة تبقوا فيها إلى الأبد أنتم مدانين. بتتذكري وقت آدم قال له بتاكل من هالشجرة أو ما بتاكل من هالشجرة؟ لمن أكل من شجرة معرفة الخير والشر، لمن راح على شجرة الحياة أي الخلود، قال له لا ما تاكل منها، حط ملكين. نعم. نشوف أن الملكين بيفتحوا إيديهم بعدين هون. نعم. لأنه لو أكل من شجرة الحياة كان بقي حيا إلى الأبد بخطيته. فكانت رحمة أنه ما يطعميهم من شجرة الحياة. هون عم بيعطيهم الدم يلي هو الحياة، ولكن ستكونون في دينونة دائمة ولن يكون لكم رحمة ولا توبة ولا بعد. هيدا أصعب من الموت. خلاص يعني أكثر من الموت هو الموت. نعم. الثاني أي الحياة الدائمة في تحت قضاء الله ودينونته. نعم. هلأ بالآيات 8 و9، ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. نفس الحكي. الشمس أيضا بعتبرها من خلائق الطبيعة، يعني على كل مصادر الحياة إذا فيني. نعم. بس هوني مش عم بيعمل دينونة على الشمس أو عم بيدين الشمس. طبعا. عم بيكبس زر. بيكبس زر على الشمس بينزل نار على الناس. نعم. المقصود هن الناس يلي لم يتوبوا واللي تمردوا. صح. طيب أبونا بحلقات سابقة يعني هون بيقول وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. نحن بحلقات سابقة قلنا أنه مجال التوبة انتهى، وابتدأ الله بتنفيذ أحكامه. فشو اللي أراده الكاتب من هذه الجملة وجدفوا على اسم الله الذي كان له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا؟ يعني هل كان يتوقع من بعد هذه الضربات أيضا توبة؟ لا، عم بأكد على عدل الله ليش ضربها. نعم. لا، عم بأكد على عدل الله ليش ضرب هالضربات، لأنه إذا واحد قال له يا عمي بركي يخافوا ويتوبوا، قال له لا. طيب أيضا هذه المشهدية قديش فينا نقاربها مع ضربات مصر؟ أي بس وقتها كان ضربات مصر مش حتى يتوبوا، ضربات مصر حتى يخلص أبناء. ولكن بضربات مصر أبونا فرعون ازداد عنادا، غلظ رقبته أكثر مع ضربات موسى العشر. وقيل أن الشمس قد تشير للوحش الذي سيدعي الألوهية، ولكن حكمه سيكون حارقا ومؤذيا لتابعي. النتيجة نفسها أنه أنت وقت تكوني رافضة التوبة، رافضة تكوني مع الله، أي شيء بيصير لك بتعمل نقمة زيدي. نعم. بتعمل تمرد زايد، عداوة زايدة. نعم. فمشان هيك العدو بس ينضرب ما بيستسلم بسهولة.
بيعمل معركة تانية ردة فعل. طيب أبونا نحن نصرنا شايفين الضربة بالدمامل والدم وضربة الشمس، طب بس بالمضمون كلهم عم بيتمحوروا حول فكرة واحدة. صح. يعني ليش ما قالها بجملة واحدة؟ ليه بده يعمل هيدا الدمج تبع كافة عناصر الطبيعة من أرض لبحر لأنهار ل... ليه عم بيطول الحديث؟ المقصود قلت لك أول مرة حكينا قلت لك أهمية سفر الرؤية هو مقارنته مع سفر التكوين، تتذكري؟ صح. وعملنا مقارنة مع الأصحاحات الـ11. صح. فهون كأنه الخليقة يلي خلقها كمان لهالناس شوهوها باتباعهم لغير آلهة. نعم. فهني والخليقة العتيقة تبعيتهم بدها تروح. يعني كأنه دينوني لكل خلق. شو قال بالكتاب التكوين؟ وكان كل شيء حسن. نعم. هوني بسببهم كل شيء صار لعنة، مشان هيك عم بيعمل إذا بدك شطب لتكوين شوها من خلال عباد الشيطان. يعني فيني شوفها طوافين نوح جديد. تمام تمام. طوافين نوح تشبيهيا، بس الله وقتها حلف انه ما بقى يعمله. بس هلا عم بيعمل إعادة خلق جديد. نعم. كيف بيعمل إعادة خلق جديد؟ يهدم القديم، يعني العطاقة روحيا. نعم. يهدم القديم ليبني جديد. وراح تشوفي بآخر سفر الرؤية البحر جديد، الشمس جديدة، السماء جديدة، الهيكل جديد، المدينة جديد. إذا نعمل خلق جديد. مشان هيك وقت كتير مهم يضل عنا بسفر الرؤية ذهنية ترابطنا مع سفر التكوين. نعم. بالآيات 10-11، ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. كيف تظلم مملكة الوحش؟ لأنه مين إله الشمس؟ مين اللي خلق يعني الشمس؟ يعني من بعد هذيك الضربة أصلا. نعم. نعم. فإله النور، إله الشمس هو الله. نعم. هو الذي يحجب، هو الذي يعطي، مش الإله تبعهم. الإله تبعهم بيقع بالظلمة بسبب حجب الله للنور. نعم نعم. طيب أبونا عبد الألسنة، هل يشير إلى الندم اللي فات أوانه أم إلى التحسر على المملكة اللي كانوا حاطين عليها أمال وكانت مصدر ملذاتهم؟ يعني الندم أو هون يعني عبد الألسنة يشير إلى ندم روحي أو إلى فقدان شيء كانوا بياخذوا منه باور وسلطة؟ إلى وجع لا يحتمل. ما حدا بيعض لسانه بالندم، بيعض لسانه وقت يكون موجوع. عم نحكي عن وجع جسدي؟ نعم الوجع، أي وجع، لأنه عم بيعطي صورة جسدية. نعم. لا يحكي عن قوة الوجع، قوة الضربة. نعم. على عباد الشيطان، يعني ما بقى في عندهم حل بالرجعة ولا أمل بالخلاص ولا شيء خالص. نعم. هلا عم تتفضلي وتقولي بيقدر واحد يعمل تعليق روحي عليها. نعم. بمعنى انت الندم ما بينفع اذا لهلأ بعد ما تبت. فعضت لسانك ما بينفعك، روح فوت لسانك ورجع مجد الله من اول وجديد بلسانك. نعم. هيك بصير واحد يحكي. نعم. طيب هلأ بالآيات 12-16، ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته، فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. طيب أول شيء ليش سمى الفرات تحديدا؟ تشوفي بالعهد بالتكوين مسمى الفرات. نعم. النهر. نعم. هذا النهر كان شيء إيجابي كتير وقتها هناك.
هو طبعا لا يتحدث بالأساس عن مكان جغرافي، لا سمى لا. الفرات لغاية ما نعم عم بياخذ نعم. صور موجودة بكتاب التكوين ليعطيها معنى آخر هو بريده، بمعنى كل ما تظن أنه يعطيك الحياة نشفت لك إياه للمتعدي. نعم. فما عاد في عندك تقدر تعيش منه. ما هو الفرات كان لحتى في جنة، يعني فينا نشوفه انه هو دلالة على جفاف مملكة الشر. نعم نعم، ان انتهاء عم بيعطي كل الصور ليأكد انتهاء لبعدين يعطيك الصورة الكاملة. نعم. بانكسار الإله تبعهم بين هلالين. نعم. إله الوحش حتى ما بعد التنين هو الشيطان بسميه ساعتها. نعم. بيقول مين العدو الحقيقي. نعم. هلا عم بيحكي عن الحاشية تبعيته وحش التنين. نعم. أبونا هون بنرجع منشوف، لأنه بيذكر التنين والوحش والشيطان وهيك، نرجع منشوف الثالوث الشيطاني مجتمعا. نعم. شو الهدف من هذا الشيء؟ ما عند الحرب أخيرة هلا. تمام، بس هلا يعني كنا بإصحاحان يمكن أو ثلاثة لورا شفنا هذا الثالوث الشيطاني اللي عم بحاول يتمثل بالثالوث الإلهي. هلا رجعنا به هيدي الآيات من 12 ل 16 منشوف هيدا الثالوث الشيطاني مجتمع. هلا لمن العدو بيتعرض ل هجوم ضربي بده يجمع قوة، كل قوة عطى صورة الكلية بالحرب. نعم. وذكر كلمة أرماجدون. أر يعني جبل، ماجدون جبل اللي هو سهل، اسمه شاه سهل مجده بفلسطين. نعم. إذا جبل مجده هذا قتل فيه أحد الأنبياء، هذا صار الحرب اللي نذكر بأخبار الأيام ونذكر بزكريا بسفر زكريا، يعني الحرب النهائية اللي بتصير بيوم واحد. مشان هيك قال يوم الله القدير. نعم. هذه بتبلش صبح الفجر، هي يوم الدينونة. نعم. يعني بتبلش صبح تنتهي المساء، مش بيوم تاني حتى ما يرجع يحصل قوته العدو يرجع يكمل الحرب، بده ينهيها الله بيوم واحد. نعم. تتذكر يعني يشوع بيقول الله وقف الشمس، شو وقف الشمس؟ لأنه عايز النهار ما يخلص ليخلص. بمعنى أنه الحرب الأخيرة تكون في يوم واحد، بمعنى ما في عندك إمكانية تحصيل قوة الشيطان مرة تانية، انتهاء. وعطى الصورة الثلاثة اللي هني بيحكوا عن نفس الشغلة، الوحش والتنين نفس البوطة نفس الحاشية، حتى يحكي عن أنه هذه الحرب بطل في عندك حدا بعد مخبى ليرجع يبين، أظهرهم كلهم بالمشهد لتكون الضربة على الكل. نعم. وستظهر لاحقا. أبونا شو هي دلالة الضفدع وليش التشديد على خروجها من الفم؟ شو بتقولي أنت؟ هلأ ما بعرف، بتخيل أنه يمكن كانوا الضفادع بالنسبة ما بعرف إذا لليهود أو شيء هيك، إن مصدر شر أو دلالة على الشر. شيء سلبي. هلا أنا حتى نحن وقت نقيق الضفدع شغلة إنه مزعجة ولا ما هنالك. بس كله هيدا مرتبط بما يحصل كان في العهد القديم، استعملوا حتى يحكي عن هالموضوع، لا يحكي عن انتهاء الشر. أو بالمعنى آخر إنهاء الرب للشر. مش انتهاء الشر وحده، في حدا نهي، في حدا عمل حرب، في حدا عمل معركة. إذا بتتذكري قلنا قبل بس بدك تحكي عن ملكية الرب أو على ربوبية الرب، ما بيلو بده يكون في عدو قوي، بده يكون في معركة، يعني يظهر قوة العدو وجبروته لحتى نفهم قديش كانت قوة الله. تمام. نعم. وهذا أدب موجود. وحتى وقت كتبوا عن عنتر انه حكوا عن 300 واحد محارب هو عنتر وحده، كبروا صورة العدو ليقولوا عنتر قد كبير لانه قتلهم. نعم. بكبروا صورة لما قالوا 400 كاهن بعل قدام ايليا، انه ايليا قتل 400، انه لما في واحد يزبط من ورا بيقتلوا لايليا، بكبروا صورة العدو لحتى يدلوا قوة الاخر. نعم. هيدي اهم شيء. نعم. طيب كيف بامكاننا ربط هيدي الآية بالرؤية الإصحاح التاسع عند البوق السادس الذي تحدث عن الأربعة الملائكة المقيدين عند نهر الفرات؟
بس وقت فلتهم. نعم. ما هيك نهر الفرات ما دائما له صورة نهر الفرات. ما جنة عدن هي حد نهر الفرات. يعني الحياة الخضار إذا مرتبط بالحياة. نعم. وقف لهم حياتهم يعني هون. نعم. طيب أبونا هلأ يعني بيظل هيدي الرؤية فجأة منحس أنه أخذنا على العهد الجديد على جملة إيه يعني اخترقت هيك إذا بدك الرؤية. ها أنا آتي كلص طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فيرى عريته. شو أهمية هالجملة اللي قطعت لألك شو أهميتها الرؤية. لألك شو أهميتها الغية من النص. بتحسي ما تغير شيء بالنص. عم نحكي مشهد كامل. إذا في جملة تقدر تلغيها من النص وما بيتغير النص بتكون هي أهم جملة بالنص. ليش حطها؟ إذا شلتيها وتغير الستراكشر تبع النص بتقولي لا هيدي نحن شلناها. هون إذا بتشليها ما بيتغير شيء. صحيح. ولاحظتي هيدي الآية الإيجابية الوحيدة تقريبا بالنص بس زت كلمة لص. إذا هون عم بيضلوا يهتم بالعبيد تبعوله وما حدا يرجع يوقع لا خوفا ولا إغراءا. ضلوا بيلوا فيهم هيدي الرحمة العدل لهيدوليك الرحمة لهيدول. مش هيك قال أنا آتي كلص. كلص يعني أنت المنتظر أن آتي. اوعى تلتهي بشغلة وتوقع بركي جيت. فخليك بحالة الانتظار. هذه كل قصة سفر الرؤية. أن تبقى بثباتك بقوتك. بعدين بقول جاهز دائما. بعدين بقول طوبى هنيئا لمن يسهر ويحفظ ثيابه يعني يحفظ معموديته. معموديته ثياب المعمودية. يعني أن تبقى مخلص من كما أنت قمت من سر المعموديك. أنت قمت كيف لبست المسيح أن تبقى لابسا ما يتشوه وما يتلوث ثيابك. نعم. أبدا. نعم. لألا هون يقصد يمشي. أن لا يتلوث بالزنا الروحي بالوثنية يعني. نعم نعم نعم, 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 نعم. وما يتبع من وثنية من خطايا وأهواء. نعم. وألا بقول لألا يمشي عريانا فيرى عريته. هيدي أخذها من عند آدم. آدم ليش كان حس أنه عريان؟ لأنه أخطأ. إذن هوني عم بيقول أنا آتي كلص طوبة لمن يسهر ويحفظ ثيابه معموديته وما تغلط. لأنه إذا بتغلط بتصير أنت عريان. نعم. هيدي. طيب كنت حاطة سؤال عن المعمودية ولكن وضحتها بسياق النص. ليش اختار هرمجدون كموضع للمعركة يعني لأنه بالتاريخ كان في معركة هناك أو معركتين ذكروا. كانت هيدي معركة حاسمة لإنهاء عدو. نعم. واحد من اثنين. طب هل في بعد لهيدي الفكرة أبونا أنه ممكن هالمعركة قد تكون على أرض اليهود؟ يعني لما بيأكد أنه الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. وتقال بالعبرانية يعني فهموا شو عم بقصد. تمام. بيقصد شيء هيك أنه هلا المجزرة رح تقوم على هيدي الأرض؟ لا بمعنى جغرافيا وتاريخيا لا. نعم. لا لا بمعنى رمزيا مغزى اللي صار وقتها ونحكى عن أرمجدون هي حرب نهائية بده يعملها الله مع العدو قايلين بالعهد القديم. فبالتالي هيدي الحرب يلي حكين عنها وانتم منتظرينا فكرتوها صارت لا ما صارت رح تصير هلا. نعم تمام. هلا بالايات 17-21 ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها أو مثلها منذ صار الناس على الأرض. زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام ومدن الأمم سقطت. وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس. فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا. أول شيء كلمة عظيمة عيدها شي 100 مرة. نعم. أول شيء استعمل كلمة العظيم
يعني مرتبطة بعمل الله. نعم. لأنه ما حدا عظيم غيره. نعم. وبالتالي هيدي على قد مستوى الحدث. بس بتلاحظ بآخر شيء ولم يتوبوا. يعني كمان تجديف على الله لأن ضربته عظيمة جدا. بدل ما يتوبوا لأن ضربته عظيمة وإنه ما رح يتوبوا. قالوا جدفوا لأنه ضربته عظيمة. هذا المشهد هيدا هو إذا بدك بأكد اللي قبله. ولكن من منظار عمل نوع من مقارنة لينك وصل بين إذا بتتذكري وقت انصلب المسيح على الصليب قد تم قد تم تمام. على الصليب صار في زلزلة. إذا أخذ الصورة ليقلك الصورة بمعناها الكامل عم تحصل هلأ. هاي الزلزلة مش إنه بتهلهر حجار الهيكل ويرجعوا. نعم. هاي دي نهاية الكل شيء. بيحكي عن زلزلة عظيمة ما شايف مثلها من وقت ما بلشوا الناس لهلأ. بيقول قد تم وهذا شيء صار على الصليب. وبيرجع بيحكي عن المدينة العظيمة. هو حيكي متى مثلا عن المدينة العظيمة. بس هاي المدينة العظيمة اللي هي تعبير عن أنه إذا كانت أورشليم اليهودية أو إذا كانت بابل مقصود فيها تقسمت. وبس تتقسم يعني انتهت. إذا عم بيحكي عن صور عن نهاية. نعم. بس أبونا كمان فيها تعزي كتير هيدي الجملة. لأنه لما يذكر بصورة الصليب إذا هو يذكر تلقائيا بصورة القيامة. يعني كمان عم بيقلنا هون أنه المعركة وصلت على نهايتها. يعني لما المسيح قال قد تم على الصليب هزم الشيطان بلحظتها. لا صح. وهيدا مع أي ملك سابع. صح. نعم. إذا قرينا سفر الرؤيا تتذكري استعمل الكاتب من يغلب من يغلب من يغلب. نعم. سابع وحدة بيقول من يغلب كما غلبت أنا. كيف غلب مسيح على الصليب. على الصليب. شفت الربط. تمام. يعني نحن أصبحنا في نهاية الرؤية وفي نهاية العمل. نعم. الخلاص الأخير. نعم. عشان هيك التعزي والفرح بلش تحسيه لأنه عم بتشوفي أنه الشيء اللي خايفة منه واللي عم يأذيكي واللي عم بيقتلك عم بيتربلش يتربطوا ايديه حتى يصير الذبح. نعم. مثل المعزية بتربطي لها ايديها قبل ما تذبحيها. بس تربطي لها ايديها نفسيا بتكون فهمانه ورايحه. ايه. وانت كمان نفسيا بتقولي خلص رح تخلص. نعم. ابونا في اصوات للرعود والبروق والزلزله هيدي كيف بتقراها هون بهذا الاصحاح؟ لانه نحن قلنا قبل انه الرعود والبروق هي مثل الوعد والوعيد. هون إلى هيئتها غير معنا. هون مع الرعود والبروق إذا حكينا عن وعد ووعيد يعني عم نحكي عن حضور الله بطرق معينة. هون عم نحكي بحضور الله بس مش لك بحضور الله لأجلك. في فرق. هلا هون حضور الله. في بعض الترجمات ردت انه الاصوات هي اصوات تسبيح اولاد الله لانتصار الكنيسه او هيدي التسبيح هي مرعبه لمملكه الشيطان. حلوه. نعم. طيب في جمله لفتت لي نظري فيها هون منقول فيها وبرد عظيم نحو ثقل وزنه. ليش استعملها هيدا؟ أنا عم تحكي عن 2 كيلو لأنه البرد يلي بالضربات اللي صاروا بالعهد القديم كمان حكي عن كبر البرد. يعني برد قاتل. بس الوزن هون ما إلى بعد أكبر من هذا المعنى. ما بعتقد إلا إذا أنت عندك شيء الواحد بيستفيد منه. طيب أبونا فينا نشوف الزلزلة هي للأشرار يعني تعلن لهم اهتزاز كل ما تمسكوا به في هذا العالم الفاني. حلوة كمان. تمام. شو دليلة انقسام المدينة لثلاثة أقسام؟ ليش ثلاثة مش أربعة مثلا؟ هلأ أنا قريت كتير اجتهادات بهالموضوع. إذا نفس أنا برأيي بس تتقسم المدينة العظيمة يعني خلصت. تذكري بابل. شو بتقول النص؟ كانوا مدينة واحدة والشعب إذا أمة واحدة. كل بنقول أصلاً نحن بحياتنا كيف انتهيت؟ كيف انتهيت؟ وقت تبلبلت الألسنة. نعم. بطل حدا يفهم مع حدا تقسمت. إذا خربت. وبالإنجيل وكل مملكة تنقسم على ذاتها تنتهي. تمام. بأكد هالشيء. تمام.
لماذا لم يكن العقاب واحد على كل الخلائق؟ بل هذه يمكن جوابنا عنها، أنه ابتدأ بالدمامل ثم بالنار ثم بالبرد. فينا نعطيها هيك صورة مصغرة أو بطريقة سامبل يعني. ليش كل حدا تقصص بشكل؟ إذا فيني أقول هيك أبسط شيء، كل قصص له شكل، كله حسب أعماله يعني. معقولة؟ ما بعرف. تمام أبونا، إذا بدنا نعمل هيك ريزومي صغير تنهون على الناس اللي حكيناها اليوم، شو فيك تعطيني ريزومي عن هذا النص؟ اطمئنوا وافرحوا، لأن آلامكم ستنتهي. نعم. وصبركم سيصل إلى المنتهى وستخلصون، لأن كل شيء بخوفكم وكل شيء بيغريكم إذا لصقتم بالله تقدروا تتجاوزوا. نعم. تقدروا تتجاوزوا، والله هو حميكم. نعم. وما تخافوا. أبونا أنا بدي أشكر حضورك معنا. الله يخليك. أكيد على أمل اللقاء فيك الأسبوع المقبل بحلقة جديدة إن شاء الله. مشاهدين أنا برجع بذكركم أنه منعتذر ما رح ناخد أسئلة بهيدي الحلقات لأنها مسجلة، ولكن منتظر أسئلتكم على الرقم 81-123-857 من بعد الحلقة الأخيرة برؤيا يوحنا اللاهوتي. ممكن نعمل حلقة مباشرة للإجابة على كافة الأسئلة. وهيك أنا بكون وصلت لختام حلقتي لليوم، على أمل اللقاء فيكم الأسبوع المقبل، والله معكم.